بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أفضل المرسلين. أبنائي الأعزاء، أبناء مدارس العبير الصف الرابع الابتدائي، سوف نكمل شرح كتاب الحديث الدرس السابع بعنوان الحمد بعد الطعام والشراب. من الذي تفضل علينا يا أبنائي بهذه النعم؟ إنه الله سبحانه وتعالى. كيف نحافظ يا أبناء على هذه النعمة التي أنعم الله بها علينا؟ حقا نحافظ عليها بأن نحمد الله عز وجل ونشكره في كل وقت وحين. ما جزاء من شكر الله عز وجل على نعمه؟ جزاء أن يحصل على رضوان الله عز وجل، وهي أعلى درجات الرضا، لقوله سبحانه وتعالى: ورضوان من الله أكبر. ويزيد ويبارك الله في كل شيء، لقوله: لئن شكرتم لأزيدنكم. وهكذا يا أبنائي نتعرف فضل الحمد بعد الطعام والشراب. وإليكم حديث الرسول صلى الله عليه وسلم عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله ليرضى عن العبد أن يأكل الأكلة فيحمده عليها، أو يشرب الشربة فيحمده عليها. تعرف على معاني الحديث. ما معنى أن الله يرضى عن العبد؟ أي يحصل العبد على رضا الله عز وجل، وهو من أعلى درجات الله. قال تعالى: ورضوان من الله أكبر. ما معنى يأكل الأكلة؟ أي الوجبة من الطعام. ما معنى فيحمده عليها؟ أي يقول بعدها الحمد لله. وما معنى يشرب الشربة؟ أي المرة الواحدة من الشرب. هل يكفي أن أقول الحمد لله فقط؟ إذا قال العبد الحمد لله فهذا يكفي، لكن هناك عبارات أخرى للحمد علمنا إياها الرسول صلى الله عليه وسلم يستحب أن نقولها، مثل: الحمد لله كثيرا طيبا مباركا فيه، غير مكفي ولا مودع ولا مستغنى عنه ربنا. تعرف على الصحابي الجليل أنس بن مالك. اسمه هو أنس بن مالك رضي الله عنه الأنصاري، خادم الرسول صلى الله عليه وسلم. اقتداؤه بالنبي كان من محبته للنبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يحرص على الاقتداء به. قال أبو هريرة رضي الله عنه: ما رأيت أحدا أشبه صلاة برسول الله صلى الله عليه وسلم من ابن أم سليم، يعني أنس بن مالك رضي الله عنه وأرضاه. عبادته، كان رضي الله عنه يحب الصلاة ويهتم بها، فقال ابن سيرين: كان أحسن الناس صلاة في السفر والحضر. فكر على أي شيء يدل حمد المسلم ربه عز وجل بعد انتهائه من الطعام والشراب. يدل ذلك على أن الخضوع والذل والاستسلام لله سبحانه وتعالى. تعلمت من هذا الدرس: من قال الحمد لله بعد الطعام أو الشراب فقد حصل له رضوان الله تعالى، ومن نسي فيحسن به أن يقول بسم الله أوله وآخره. أحمد الله وأشكره على نعمه الكثيرة، بالقلب بأن أعترف وأعتقد بأن كل نعمة من الله وحده، وباللسان بأن أحمده وأشكره بلساني، وبالعمل بأن أستعمل هذه النعم في تقوى الله عز وجل وطاعته ورضاه. والآن مع التقويم. السؤال الأول: أختار الإجابة الصحيحة وضع علامة صح أمام الإجابة الصحيحة. كان أنس رضي الله عنه بن مالك يشبه رسول الله صلى الله عليه وسلم في وجهه، صلاته، هيئته. الإجابة الصحيحة: صلاته. أحسنت. اختار الإجابة الصحيحة: بعد فراغي من الأكل والشرب يكفي أن أقول الحمد لله 3 مرات، أم مرتين، أم مرة واحدة؟ نعم، الإجابة الصحيحة مرة واحدة. السؤال الثاني: أكمل الفراغ الآتي بما يناسب: إذا أكلنا أو شربنا فحمدنا الله تعالى على ذلك، نحصل على أمر عظيم وهو رضوان الله عز وجل. آخر سؤال معنا: نعم الله علينا لا تعد ولا تحصى، أذكر 3 من نعم الله علينا وأنا آكل. أذكر نعمة الله علي إذ رزقني هذا الطعام من غير حنو ولا قوة مني، وأن أحمده على حاسة التذوق التي بات تذوق الطعام، وأن أحمد الله تعالى أن وفقني إلى حمده وشكره. وإلى هنا ينتهي لقاؤنا اليوم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.